شوبينج سار أهياً على MTV ضمن برنامجنا شوبينج باي بست سيلر. عم نطلع عليكم يومياً لنعرفكم على أصناف متنوعة ومميزة، وهيك فيكم تصيروا تعملوا شوبينج بطريقة كتير سهلة وواضحة وبأسعار كتير مقبولة. أنتم مرتاحين ما لكم إلا تختاروا وتتصلوا فينا على بست سيلر على 01-44-55-55 وبيوصل الغرض لعندكم من دون أي كلفة توصيل إضافية. إذا كان الإزاز موسخ من برا ومش قادرين نطفو، أوقات منضطر نطلع على سلم عالي أو نمشي على السطح، الحل هو تشيلو برو الأصلية يلي بتنظف من جوا ومن برا بنفس الوقت. تشيلو برو الأصلية مزودة بمغناطيس كتير قوي يلي بنظف لنا الإزاز قد ما يكون كبير بثواني قليلة من جوا ومن برا بنفس الوقت. الممسحة ميكروفيبر كفيلة بإزالة كل الأوساخ الموجودة بتمسيحها بطريقة سهلة وفعالة. تشيلو برو الأصلية في منها للإزاز العادي $34 وللدوبل فيتراج $60، والأهم إنه مكفولة لسنتين. تصلوا على بست سيلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. تراستيكين هي عسل التعكيز كتير متطورة وسعرها بس $39، مصنوعة بطريقة لتريح الشخص وما تخليه يحس حاله إنه في شيء ما إنه قادر يعمله. رح قلكم كيف. أولاً معمولة من الحديد وفينا نطولها ونقصرها مثل ما بدنا. بيوصل طولها مينيموم لـ80 سنتيمتر وماكسيموم لـ93 سنتيمتر. تانياً بيجي فيها دوين، دولة نشوف قدامنا ودولة نشوف الأرض. ثالثاً وأخيراً بكعب العصا في 4 سندات لتوقف، هيك بصير استعمالها أسهل بكتير وما بتعود توقع كل ما فلتت من الإيد، خاصة الأشخاص الكبار بالعمر لأنه على الأكيد رح يكون عندهم صعوبة إنه ينخوا ويلموا العصا. تصلوا على بست سيلر على 01-44-55-55 واحصلوا على تراستيكين $39 فري ديليفري وين ما كنتوا بلبنان. كلنا منحب ناكل تبولة بس منعطى الهم فرم الخضرة والبقدونس لأنه بياخدوا وقت كتير. مع 60 سكن تبولة انحلت هالمشكلة. هالمكنة بتفرم البقدونس بثواني، ما قلنا إلا نشد الخيط 3 أو 4 مرات، وكل ما نسحب الخيط أكتر كل ما بينفرموا زيادة. ومش بس هيك، ارتحنا من فرم البصل يلي بيبكي كل ستات البيوت كمان بثواني وبينفرموا، والأهم إنه ما بقى نعرض إيدينا للسكاكين وما بقى نتلبك بالأدوات الكهربائية التقليدية التقيلة. 60 سكند تبولة بتفرم البندورة من دون ما تغرق بالصوص تبعها، وبتفرم أشياء كتير قاسية مثل مكسرات وحتى جزر بتقطعه لشقف صغيرة من دون أي مجهود، بإصبع واحد 3-4 مرات وبيجهز كل شيء. 60 سكند تبولة مكفولة لمدة 2 سنين وفيكن تحصلوا عليها ب $32. ومش بس هيك، بيجي معها هالسلات بول هدية. ما لكم إلا تتصلوا ببست سيلر على 01-44-55-55 وبيوصلوا لعندكم وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية. أوقات كتير بيكون عنا تياب أو عبالنا نشتري تياب جديدة بس ما عنا محل نحطن. هلأ مع هالخزانة يلي منركبها نحنا بإيدنا بالبيت تنحل هالمشكلة. هالستورج كلوزت طولها 175 سنتيمتر، عرضها 105 وغمقها 75 سنتيمتر. بتساع كتير تياب وغراض، فينا نعلق فيها كتير قمصان ونحط كنزات وشراشف وحرمات وكتير إشياء بدنا نصفها وما عنا محل. هالخزانة بتتقطع لـ7 كومبارتيمون، ومثل ما شايفين كل واحد قياسه لتناسب جميع أنواع وأحجام التياب والأغراض. والخزانة أكيد بتتسكر وبتحمينا أغراضنا من الغبرة والرطوبة. هالستورج كلوزت بتحصلوا عليها بـ$40 بس بمجرد الاتصال ببست سيلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكم من دون أي كلفة إضافية وين ما كنتوا بلبنان. أغلب الأوقات بتراكم الدهون على منطقة البطن والمعدة والأرداف، وتنشيل هالتراكمات بدنا نعمل جهد كتير ولجيمات ونروح على النوادي الرياضية. هلأ مع سليمينج بيلت فينا نختصر هالطريق نحن وقاعدين ولمدة 10 دقايق كل يوم. ما قلنا إلا نحط هالسليمينج بيلت وندوره، وبيشتغل بنظام الفايبريشن وبيشتغل على وظيفتين. أول عملية بتشتغل على تكسير الدهون المتراكمة يلي بتكون أوقات إلا كتير زمان. تاني وظيفة بتشتغل على شد العضلات وإزالة الترهل من بعد إزالة الدهون. سليمينج بيلت فيكن تحصلوا عليه $50 بس، ما لكم إلا تتصلوا ببست سيلر على 01-44-55-55 وبيوصل لعندكم وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة إضافية.
شو أورجانيزر هالشبه الغزاني يلي بتنظم وبترتب الشوز؟ شو أورجانيزر مصنوع من الكرتون السميك والمقوى يعني ما بتنخزي وبنفس الوقت منا تقيلة بالحمل؟ شو أورجانيزر بتساعد 12 جوز أحذية مقسمة مثل ما شايفين لكزيات مرتبة وإلى غطا شفاف فينا نشوف من خلاله، وهيك بتسهل علينا أنه نختار الشوز يلي بدنا. ياسا مناسب كتير، 55 ب60 سنتيمتر وارتفاع 11 سنتيمتر، يعني فينا نحطها تحت التخت أو بأرض الخزانة، وفينا حتى نوقفها ونتركها زهرة برات الخزانة لأنه حجمها براكتيكل ومرتب، ولأنه حجمها مثل ما ذكرت براكتيكل فيكن تحطوا 2 أو 3 شو أورجانيزر حد بعضون ب26 درر بتحصلوا عليها، والعرض هلأ لما تشتروا 2 شو أورجانيزر بتحصلوا على الثالثة مجاناً. تصلوا على بستلر على 01-44-55-55 وبتوصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان بلا كلفة إضافية. هول كانوا الايتمز، شلا يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا على بستلر على 01-44-55-55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دايماً على MTV.